ازاي تنجح وتجيب مجموع وانت قاعد على الانترنت. اليوم السابع بيقدم اقوى مراجعات نهائيه للثانويه العامه لنخبه من افضل المدرسين. اتفرج وذاكر وانجح وجيب مجموع بالفيديو على اليوم السابع. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، مرة تالتة أهلا بيكم. والحلقة التالتة الفيزياء الصف الثالث الثانوي، مراجعة تالت الامتحان اليوم السابع. حبايبي هنبدأ معاكم شوية أسئلة على البساط وجمال ومهمين وكلكم بتحبوهم. علل ليه في الترانزستور يكون تيار القاعدة أي بي أقل بكثير من تيار المجمع؟ لأن القاعدة عرضها صغير، لذا لا يفقد فيها نسبة كبيرة من الفجوات، ويمر معظم تيار الباعث إلى المجمع، ويكون آي سي أكبر بكتير من الآي بي، والنسبة بينهم هي نسبة التكبير في الترانزستور اللي هي بيتا إي بتساوي آي سي على آي بي. أعزائي الطلبة ممكن يسألك ما معنى التكبير في الترانزستور 99؟ يبقى النسبة بين تيار المجمع إلى تيار الباعث 99، أو معناها تيار المجمع قد تيار تيار القاعدة 99 مرة. نسبة بين تيار المجمع إلى تيار القاعدة بيساوي 99، أو تيار المجمع 99 مرة من تيار القاعدة. السؤال ده مهم جدا، بعلل لو تستخدم الوسطة الثنائية في تقويم التيار المتردد. أيوة طبعا، لأن عند توصيل الوسطة الثنائية توصيلا أماميا فإنها لا تبدي مقاومة تذكر لمرور التيار، تمام؟ تبدي مقاومة صغيرة جدا، لكن إذا وصلت توصيلا عكسيا تكون مقاومتها كبيرة ولا يمر التيار، لذا فإنها تسمح بمرور التيار في اتجاه واحد. ممكن تقول إنها تسمح لمرور، تسمح لأنصاف الذبذبات فقط بالمرور عندما يكون التوصيل أماميا، ولا تسمح للنصف الآخر بالمرور عندما يكون التوصيل من يا ولاد معكوس. أيضا علل، ودي بقى مهمة، علل ليه تفضل الإلكترونيات الرقمية عن الإلكترونيات التناظرية. طبعا انتوا عارفين في الإلكترونيات التناظرية تسبب الحركة العشوائية للإلكترونات الضوضاء الكهربية عند تداخلها مع الإشارات التي تحمل المعلومات فتشوشها ويصعب التخلص منها، علاوة على صعوبة تخزينها وعلى صعوبة نقلها لمسافات بعيدة. انتوا عارفين ان الإلكترونات التناظرية بتقوم بتحويل الكميات الطبيعية إلى إشارات، يعني تعتني بالقيمة. طالما يا ولاد بتعتني بالقيمة يبقى تعاني من الحركة العشوائية للإلكترونات، تعاني من الضوضاء الكهربية، مش كده؟ فتبقى ايه؟ تعاني من التشويش، علاوة على صعوبة تخزينها وصعوبة نقلها لمسافات بعيدة. أما الإلكترونيات الرقمية فإن المعلومات ليست هي قيمة الإشارة، ولكن المعلومات تكمن في الشفرة التي تحتوي على صفر واحد، ولا يهم إن كانت قيمة الجهد مضاف إليه ضوضاء من عدمه، وبالتالي لا تعاني من التشويش، وبعدين يسهل حفظها ويسهل نقلها إلى مسافات إيه بقى؟ مسافات بعيدة. يا ولاد هنا هتقول إن الإلكترونيات الرقمية بتقوم بتحويل الكميات الطبيعية إلى شفرات، إلى كودات صفر واحد، وبالتالي لا تعتني بالقيمة، ومن ثم لا تعاني من الحركة العشوائية للإلكترونات في الطبيعة، ولا تعاني من الضوضاء الكهربية، وبالتالي يا أولاد على فكرة يمكن نقلها لمسافات بعيدة ويمكن حفظها لسنين طويلة، علاوة على إنها لا تعاني من التشويش. كمل مع بعضينا، سؤال جميل، اختر الإجابة الصحيحة. إذا كانت المسافة بين القمة الأولى والقمة الخامسة لموجة مستعرضة 24 سنت، يكون الطول الموجي كم يا أولاد؟ من القمة الأولى للقمة الخامسة يبقى عدد الموجة 4. الطول الموجة هيساوي المسافة لعدد الموجات، المسافة 24 على 4 يبقى اختار 6 سنت. الطول الموجي للنغمة الفوقية الثالثة التي يصدرها وتر طوله، خلي بالك ال تحسب او
او توجد من العلاقة لامدا بتساوي تقل ولا لامدا تقل على 3 ولا لامدا الا على 2؟ طب انا اختار ازاي يا مستر؟ انا عندي القانون لامدا بتساوي تقل على ان. طب تقل على ان، طب دي نغمة ايه؟ فوقية 3، يبقى عدد القطعات 4، يبقى تقل على 4 ضاعت 2 مع ال 4، يبقى اختار لامدا بتساوي ال على 2. يحدث السراب نتيجة حدوث، يا ترى الحيود ولا الانعكاس الكلي ولا التداخل؟ والمعايا يبقى يحدث السراب نتيجة حدوث الانعكاس الكلي. ايضا بقول لي اختر من بين الاقواس، عندما ينتقل الضوء من وسط اكبر الى وسط اقل كثافة ضوئية، فان اكبر زاوية انكسار في الوسط الاقل هي كثافة كام؟ هتختار كام؟ طبعا اكبر زاوية انكسار تقع في وسط اقل كثافة ضوئية هي زاوية الانكسار التي تقابل الزاوية الحرجة، يبقى المفروض بقى تبقى الزاوية ساعتها كام؟ 90 درجة. يبقى هقول عندما ينتقل الضوء من وسط اكبر كثافة الى وسط اقل كثافة ضوئية، فان اكبر زاوية انكسار في الوسط الاقل هي 90 درجة. اختر بين الاقواس، النسبة بين الشغل الناتج عن حركة المكبس الكبير الى الشغل الناتج عن حركة المكبس الصغير اقل من 1 ولا اكبر من 1 ولا تساوي 1؟ يبقى هنختار تساوي الواحد الصحيح، لان احنا عارفين الشغل بينتقل بتمامه، مش كده؟ زي الضغط ما بينتقل بتمامه، لان السائل غير قابل للايه؟ انضغاط. حاجة مهمة جدا، قطعتان من الحديد والالومنيوم متساويتان في الحجم غمرتا في الماء، فاذا كانت كثافة الحديد اكبر من كثافة الالومنيوم فان النقص في وزن الحديد تفتكر يبقى اكبر ولا اقل ولا يساوي النقص في وزن الالومنيوم؟ بالظبط كده، انا سامعك بتقول يساوي. طب هسألك انت اخترت يساوي ليه؟ تقول لي عشان النقص في الوزن هو قوة الدفع، وقوة الدفع بتعتمد على الحجم المغمور من الجسم في السائل، وقطعة الحديد او قطعة الالومنيوم حجمهم واحد هيبقى عليهم نفس قوة الدفع، هيبقى النقص في الوزن ايه؟ متساوي. ايضا اختر من بين الاقواس، وعاء مملوء لحفته ماء وزنه W، وضعت قطعة من الفلين وزنها W1 على سطح الماء، بذلك يكون وزن المجموعة معا يساوي؟ بالظبط كده. هتقول يا مستر ده طافي ولا مش طافي؟ اقول لك طافي، الفلين طافي فوق سطح المية. من صفات الجسم الطافي انه يزيح وزن من السائل سوى وزنه، اذا قطعة الفلين سوف تزيح وزن من الماء يساوي وزنها، وبالتالي تظل وزن المجموعة ثابتا كما هو، يبقى انا هختار W. ممكن يجي لك السؤال بشكل تاني، علل ثبوت كتلة وعاء مملوء لحافته بالماء قبل وبعد وضع قطع من الفلين تطفو على سطحه، هتقول عشان قطعة الفلين بتزيح كتلة من الماء بتساوي كتلتها. ايضا اختر، اذا كان الضغط الجوي يساوي 76 متر زئبق في ان ضغط غاز ثاني اكسيد الكربون في المستودع الموضح بالشكل يساوي كام؟ بص يا ولاد المسافة كام؟ كده ضغط هنا سطح الزئبق في الفرع الخالص اعلى من سطح الزئبق في الموصل بالمستودع بمقدار 4 سنتي. طالما ضغط سطح الزئبق في الفرع الاخر اعلى، يبقى ضغط الغاز المحبوس اكبر من الضغط الجوي. اذا بي للغاز بايه زائد اتش؟ بايه ب 76، 76 زائد 4 يبقى 80، 80 مين يا ولاد؟ تقول لي 80 سنتي، بس هو عايز ملي، يعني عايز طول ضربت في 10 يبقى اختار 800، مش كده؟ برضك يقول لك اختر من بين الاقواس، وضع جسم في الماء فكان حجم الجزء الظاهر منه ربع حجم الجسم الاصلي، فتكون الكثافه النسبيه لمادته كام؟ خلي بالك هو ربع الحجم الجسم الاصلي، يعني مغمور 3 ارباعه، شكرا، يبقى كثافته 3 ارباع كثافه الميه، يعني كثافته النسبيه 3 ارباع، عشان كده اخترنا 3 ارباع. خلي بالك احنا مختارين لك الاجابه حاطين خط بلون اصفر اللي هو ده الاجابه، يبقى 3 ارباع. عندما تنتقل سفينه من ماء النهر الى ماء البحر فان قوه الدفع عليها
طبعا تظل ثابتة. ليه؟ لأنها طافية. مش كده كل اللي هيحصل؟ إن هيزيد الطفو، هيقل حجم الجزء المغمور من السفينة في ماء البحر عن المغمور في الماء العذب أو من اللي هو ماء النهر بنسبة الزيادة في كثافة الماء البحر عن كثافة ماء النهر. في المكبس الهيدروليكي النسبة بين الضغط على المكبس الكبير إلى الضغط على المكبس الصغير طبعا بيساوي واحد. معلومة سهلة ومعلومة مهمة. وحدة قياس معامل لزوجة طبعا من الحاجات السهلة، كيلو جرام متر سالب واحد ثانية سالب واحد، ولا كيلو جرام متر سالب اتنين ثانية سالب واحد، ولا كيلو جرام متر ثانية سالب واحد. لا أستاذ، أختار كيلو جرام متر سالب واحد ثانية سالب واحد، دي الإجابة الصحيحة. أيضا اختر من بين الأقواس، يتعين جذر متوسط مربع السرعات لجزيئات مول من غاز حجمه فول من العلاقة. هل 3 كي تي على 2 ام؟ لا غلط. هل في 3 كي تي على ام سمو على ام كابيتال؟ غلط. امال يا استاذ 3 فول بي على ام، عشان هنا اصلا السرعه جذر 3 بي على رو، عوضنا عن رو بام على فول. عند تطبيق قانون بويل يكون كل مما ياتي صحيح ما عدا، هل تظل كثافه الغاز ثابته؟ لا 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 لا، كثافه الغاز بتظل ثابته. عند تطبيق قانون بويل يكون كل مما ياتي صحيح ما عدا، يبقى انا هل تظل كثافه الغاز ثابته؟ هل يظل جذر متوسط مربع السرعه ثابت؟ هل تظل كتله الغاز ثابته؟ هل يتناسب الحجم عكس مع الضغط؟ بص يا ولادي، يتناسب العكس حجم مع الضغط؟ صح. يظل جذر متوسط مربع السرعه؟ صح. تظل كتله ثابته؟ صح. يبقى نختار تظل كثافه الغاز ثابته، دي الاجابه الخطا. الراجل بيقول لك ما عدا، الراجل بيقول لك ما عدا. خلي بالكم، من هي ثوابت الغاز في بويل؟ ثوابت الغاز في بويل كتلته مش كده ثابته، وثوابته درجه حرارته، معناها السرعه ثابته والحجم عكس مع الضغط، يبقى اختار تظل كثافه الغاز ثابته. اختار عندما يهتز وتر طوله ال بحيث ينقسم الى عدد ان من القطاعات يكون الطول الموج للنغمه التي يصدرها لمضه تساوي، هختار لمضه بتساوي تو ال على ان، وده ولاد قانون ثابت. ايضا اختار من بين الاقواس الطول الموج للنغمه التوافقيه الرابعه التي يصدرها وتر مشدود، طوله يتعين من العلاقه طبعا هختار لمضه ال على 2، عشان طبعا ده عدد القطاعات اربعه والكون اصله تو ال على 2، يبقى لمضه ال على 2. الطول الموجي لمضه للنغمه الفوقيه الثانيه الصادره من وتر طوله ال يتحدد من العلاقه، برضو نفس القانون لمضه تو ال على ان، هنا فوقيه ثانيه عدد القطاعات 3 يبقى لمضه تو ال على 3. في السريان الهادئ للسوائل تكون النسبة بين عدد خطوط الانسياب المرة في الجزء المتسع من الأنبوبة إلى عدد خطوط الانسياب في الجزء الضيق من نفس الأنبوبة يساوي كام؟ أقل من واحد ولا بيساوي واحد صحيح ولا أكبر من الواحد؟ طبعا هختار بيساوي واحد صحيح، لأن من صفات السيران المستقر إن معدل السيران ثابت، معناها عدد خطوط الانسياب بتظل ثابتة. اختر إذا زادت قوة الشد في وتر إلى 4 أمثالها وقل طول الوتر إلى النصف، فإن تردد النغمة الصادرة يصبح 4 أمثال ولا نصف ولا مساواة قيمتها الأصلية؟ طبعا هختار 4 أمثال، لأن التردد بيتناسب طردي مع جذر قوة الشد، وزادت إلى 4 أمثالها يبقى التردد يزيد للضعف، وبعدين هو عكسي مع الطول، والطول قل للنص يبقى هيزيد للضعف تاني، يبقى هيزيد الضعف مرتين، يبقى اختار 4 أمثال قيمتها الأصلية. وحدة قياس معامل اللزوجة، هل كيلو جرام متر ثانية سالب واحد ولا نيوتن ثانية متر سالب واحد ولا باسكال في متر ولا باسكال في ثانية؟ تقول لي أنا فاكرها باسكال في ثانية، يبقى وحدة قياس معامل اللزوجة باسكال في ثانية. إذا ضغط غاز داخل أسطوانة ببطء شديد فإن متوسط طاقة حركة جزيئاته يزداد ولا لا يتغير ولا تقل؟ شوف اقرا، ضغط غاز داخل اسطوانة ببطء، طالما كلمة ببطء معناها درجة حرارة ثابتة، معناها السرعة تسني ثابتة، طاقة الحركة ثابتة، يبقى اختار لا تتغير. اختر من بين الأقواس، عندما يزداد ضغط غاز إلى ضعف قيمته عند ثبوت درجة الحرارة فإن كثافته طبعا سهلة تزداد للضعف،
هزيد للضعف. ليه؟ عشان الكثافة بتتناسب تناسبا طرديا مع الضغط. الكلام ده في قانون بويل. طب اختر عند ثبوت درجة الحرارة، فإن متوسط طاقة الحركة لجزيء غاز الأكسجين تحت ضغط 2 آتوم يبقى أكبر من ولا يساوي ولا أقل من متوسط طاقة الحركة لجزيء غاز النيتروجين تحت ضغط كام؟ 8 آتوم. طالما درجة الحرارة ثابتة يبقى طاقة حركة الغازات ثابتة، يبقى نختار تساوي. اوعى تنسوا كل الغازات ليها نفس طاقة الحركة في نفس درجة الحرارة، لكن السرعة بتختلف من غاز لآخر لاختلاف الكتلة. اختر خارج قسم طاقة حركة جزيئات غاز الهيدروجين عند 27 سيليزية إلى طاقة حركة جزيئات غاز الأكسجين، خلي بالك عند نفس الدرجة، المفروض أختار أكبر من واحد ولا أقل من واحد ولا الواحد الصحيح؟ يبقى أختار طبعا تساوي الواحد الصحيح، لأن كل الغازات لها نفس طاقة الحركة في نفس درجة الحرارة. يبقى طاقة حركة جزيء غاز الهيدروجين قد طاقة حركة جزيئات غاز الأكسجين في نفس الدرجة، يبقى نقسم واحد على واحد، يبقى أختار تساوي الواحد الصحيح. أيضا اسمع بقى دي، النسبة بين جذر متوسط مربع السرعة، جذر متوسط مربع السرعة جزيئات غاز الهيدروجين عند 200 سيليزية إلى جذر متوسط مربع سرعة جزيئات غاز النيتروجين عند نفس الدرجة، اسمع بقى، أختار أكبر من الواحد عشان قل السرعة ما قلش طاقة الحركة. لسه قليل من شوية، كل الغازات لها نفس طاقة الحركة في نفس الدرجة، لكن السرعة بتختلف باختلاف الكتلة. هنا كتلة جزيء الهيدروجين أقل من كتلة جزيء النيتروجين، يبقى سرعة جزيء الهيدروجين أكبر من سرعة جزيء النيتروجين، يبقى أختار أكبر من الواحد الصحيح. الجدول الآتي يوضح عدة تغيرات في الضغط والحجم ودرجة الحرارة لكتلة من غاز حجمها 2 لتر وضغطها 4 ضغط جو درجة حرارة 300 درجة كلفن. فالتغير الذي يحافظ على ثبوت جذر متوسط مربع سرعة جزيئات الغاز يكون ألف ولا ب ولا جيم. خلي بالك انت عايز التغير الذي يحافظ على السرعة، معناها الدرجة ثابتة. الدرجة ثابتة فين؟ في ألف ولا في ب ولا جيم. درجة حرارة الغاز أصلا 300، طب تعالى بقى ألف، درجة حرارته 327 سيليزي، لما نحولها مش هتطلع 300، ما اختارش ألف. ب درجة حرارة الغاز قدام عينيك 600 كلفن، مش قد 300. طب هنا 27 سيليزي لما نحولها تساوي 300 كلفن، يبقى الحالة ج هي اللي هيكون فيها التغير اللي هيحدث في السرعة، سيظل ثابت، يبقى اختار من الجدول الحالة ج. اختر من بين الأقواس، سجلت قيم الحجم والضغط ودرجة الحرارة لكمية من الغاز في ظروف معينة ثم سجلت في ظروف أخرى كما في الجدول المبين، وعليك أن تختار من الحالات الخمس ألف أو ب أو ج أو د أو ه ما يتفق مع كل مما يأتي، علما بأن كل حالة من الحالات الخمسة قد تستخدم مرة أو لا أو أكثر أو لا تستخدم على الإطلاق. خلي بالكو الغاز بي 1 وفي 1 وتي 1 اقرا عندك في الجدول بيانات الغاز، في 1 وبي 1 وتي 1 ثابتين، لكن التغيير بقى في البي 2 والفي 2 والتي 2. انا عايز من هنا ما يدل على ثبوت كثافه الغاز. كثافه الغاز تبقى ثابته امتى يا رجاله؟ لو الحجم ثابت. طب الحجم ثابت فين؟ في ألف ولا ب ولا ج؟ الحجم اللي فوق كله 4، اختار لي بقى في 2 دور عليها، حالة انهي حالة تبقى 4؟ ألف ولا ب ولا ج ولا د؟ يبقى اختار ألف. يبقى ثبوت كثافة الغاز اختار ألف. طب ما يدل على ثبوت سرعة جزيء الغاز، سرعة جزيء الغاز معناها الدرجة ثابتة، الدرجة 27 سيليزية يعني 300، يبقى اختار كام؟ الذي يدل على ثبوت السرعة، يبقى اختار الفقرة اهي، عشان في درجة حرارة ثابتة فوق وتحت. تي 1 سيليزية ب 27، تي 2 كلفينية ب 300، لما نحول 27 لكلفن نضيف 283 طلعت 300، يبقى اختار الحالة اهي. طب ما يدل على ثبوت
معدل عدد التصادمات. ثبوت معدل عدد التصادمات يبقى ثبوت الضغط. الضغط ثابت فين؟ الضغط قيمته 2، يبقى اختار ب ممكن واختار د ممكن. طب هات لي ما يدل على قانون شارل. قانون شارل معناها الضغط ثابت. طب الضغط ثابت فين؟ في الحالة ألف ولا ب ولا ج ولا د، يبقى اختار د عشان في الضغط ثابت هو 2. هات لي ما يدل على قانون بويل، ثبوت درجة الحرارة، يبقى نختار ه. هات لي ما يدل على مين؟ قانون العام، معناها الحجم بيتغير والضغط بيتغير والدرجة بتتغير، بحيث فول بي على تي بتساوي ثابت. لو ضربت 4 في 3 على 450 هي 2 في 4 على 300، يبقى نختار الحالة ج. تعال بقى راجعها معايا على الشاشة كده. القانون العام للغازات قلنا الحالة ج، ثبوت كثافة الغاز قلنا الحالة ألف، ثبوت جذر متوسط مربع سرعة الجزيئات قلنا الحالة ه، تزايد معدل عدد التصادمات يبقى هنزود الضغط كانت الحالة ج، قانون بويل كانت الحالة ه، قانون الضغط كانت مين بقى؟ الضغوط الحالة ألف. اختر عندما يهتز وتر طوله 100 سنتي بحيث ينقسم الى 10 قطعات، يكون الطول الموجي للنغمة الصادرة كام؟ 10 قطعات يعني 5 موجات، ولامدا بتساوي اكس على اكس على ان، يبقى لامدا 100 على 5، يبقى اختار 20 سنتي. ايضا اختر من بين الاقواس قطعة خشب وقطعة حديد علقت كل منهما في ميزان زنبوركي فكان وزنهما متساوي تماما، في ان الكتلة الحقيقية لقطعة الخشب تبقى اكبر من ولا اقل من ولا مساوي القطعة بالكتلة لقطعة الحديد. طبعا يا اولاد ما تخافوش، يبقى قطعة الخشب اكبر من الكتلة الحقيقية لكتلة الحديد. ليه؟ لان كثافة الخشب اقل، يبقى كان الخشب عليه قوة دفع اكبر من على الحديد. في الشكل الموضح بالرسم انبوبة على هيئة حرف يو مغلقة من احد طرفيها، محبوس بها كمية من الهواء، فيكون طول عمود الزئبق الذي يجب صبه في الفرع المفتوح حتى يرتفع الزئبق الفرع المغلق 2 سنتي كام؟ هعلمك تحلها ازاي. الرسمة اللي قدامك الحجم 8 سنتي، كان الضغط 75، هو عايز ارفع في الطرف المغلق 2 سنتي، معناها الحجم التاني يصبح 6. هتقول 8 اللي هي فول 1 في بي 1 اللي هي 75، هتساوي 6 في فول 2، بي 2 هتجيبها تطلع بي 2 كام؟ لو حسبناها هتقول فول 1 بي 1 بتساوي فول 2 بي 2. حلو الكلام؟ خلي بالك هتطلع فول 2 هتطلع بي 2 دي ب 100، اذا ضغط الغاز 100 سنتيمتر زئبق، يعني أكبر من الضغط الجوي بمقدار 25 سنتيمتر زئبق. يبقى أنا المفروض نضيف 25 سنتيمتر زئبق يقابل الضغط، وبعدين ارتفع هنا 2، يبقى نزل هناك 2، يبقى هرجع أضيف كمان 4 سنتيمتر زئبق، فاختار 29. تعال حبايبي الطلبة نخش على سؤال تاني جميل، يقول لماذا يحدث لو؟ إذا مر تيار كهربي في سلك عمود على مجال مغناطيس مرة وموازي مرة، طبعا السلك هيتأثر بقوة الهيئة عظمى مرة، يعني بي اي ال، وهتبقى التانية هتكون بيساوي كام بقى؟ بيساوي 0. طب ماذا يحدث إذا مر تيار كهربي في ملف؟ هتقول لي تمام، إذا مر تيار كهربي في ملف وكان الملف مستوى عمود على المجال هيبقى العزم المغناطيسي هيساوي 0، أما إذا كان موازي المجال هيبقى العزم المغناطيسي الهيئة عظمى. احب العزم تصل انها عظمى لو كان مستوى الملف موازي المجال، لكن احب العزم صفر لو كان مستوى الملف عمود على المجال. برضك يقول لك ماذا يحدث لو ان لم تتواجد اسطوانه الحد المطاوع في قلب ملف الجالفانوميتر؟ طبعا سوف يتناسب عزم الازدواج تناسب طردي مع شده التيار، لكن في حاله عدم وجود الاسطوانه هيتناسب مع ساين الزاوية. تمام الكلام كده؟ دي طبعا مهمة جدا. نرجع تاني بقى علل ليه تقل زاوية انكسار الصوت عن زاوية السقوط عند انتقال الصوت من الهواء الى ثاني اكسيد الكربون. ليه بتقل زاوية انكسار الصوت عن زاوية السقوط عند انتقال الصوت من الهواء الى ثاني اكسيد الكربون؟ من المعلوم ان كثافة غاز ثاني اكسيد الكربون اكبر من كثافة الهواء الجوي،
والكثافة تتناسب عكسيا مع السرعة، فتكون سرعة الصوت في الهواء أكبر من سرعته في ثاني أكسيد الكربون حسب الأقصين فاي على سنسيتيف 1 على في 2، ينكسر الشعاع الصوتي مقتربا من العمود المقام. أيضا علل يقول لك ظهور عقد وبطون في الوتر عند اهتزازه، لأنها ناشئة عن تراكب حركتين موجيتين متساويتين في التردد والسعة وفي اتجاهين متضادين، فعندما يكون التداخل بناء تظهر بطون، وعندما يكون التداخل هدام تظهر العقد. علل اختلاف حدة الصوت في أوتار العود رغم تساوي قوة الشد، لأنه ناتج عن اختلاف كتلة وحدة الأطوال أو اختلاف الطول لأي وتر، فيؤدي للتغير في التردد رغم تساوي قوة الشد. احنا عارفين قانون الوتر، نيو بتساوي ان على تو ال جذر اف تي على ام. هنا بقى قال لك الشد ثابت، يبقى هتقول التردد راح يختلف باختلاف الكثافة الطولية ويختلف باختلاف من يا ولاد الطول. وانت عارف لما التردد يعلى يبقى نغمة حادة، لما التردد ينخفض يبقى نغمة غليظة. ايضا علل يقول لك يحدث انكسار للصوت عند انتقاله بين وسطين مختلفين، هتبقى الإجابة نتيجة اختلاف سرعتي الصوت عند انتقاله بين وسطين مختلفين حسب العلاقة ساين فاي على ساين سيتا في وان على في تو. برضك ممكن يجي السؤال بشكل تاني، حدوث انكسار الضوء، تمام نفس الإجابة برضه نتيجة اختلاف سرعتي الضوء بين الوسطين. علل بقى اهتزاز وتر بالكافية الموضحة بالشكل، يبقى الإجابة السؤال رقم 5 في علل ده لحدوث تراكب بين الموجة الساقطة والموجة المنعكسة وتكوين موجة موقوفة. علل حدوث انكسار الضوء عند انتقال بين وسطين مختلفين، قلنا نفس الإجابة بسبب اختلاف سرعتي الضوء بين الوسطين لاختلاف الكثافة الضوئية لكل وسط حسب العلاقة ساين فاي على ساين سيتا في 1 على في 2. أيضا علل عندما يسقط الضوء الأبيض على منشور في وضع الناس صغرى للإنحراف يخرج متفرقا إلى 7 ألوان، لأن لكل لون طول موج خاص به، كما أن لكل لون سرعة خاصة به في الزجاج حين السرعة طبعا في الهواء ثابتة، ويكون لكل لون معامل انكسار خاص به، وبذلك تختلف زاوية الانحراف الصغرى باختلاف الطول الموجي، وبذلك يتفرق الضوء الأبيض داخل المنشور إلى 7 ألوان على الترتيب: أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي، ويكون أكبرها انحراف أقلها طول موجي وهو البنفسجي، وأقلها انحراف أكبر طول موجي وهو الأحمر. أيضا علل زاوية انحراف الضوء البنفسجي أكبر من زاوية انحراف الضوء الأحمر، طبعا لأن زاوية الانحراف عند وضع الناس الصغرى تتناسب تناسبا عكسيا مع طول الموج للضوء الساقط، والطول الموج للضوء البنفسجي أقل من الطول الموج للضوء الأحمر. علل في تجربة الشق المزدوج لتوماس يانج يزداد وضوح حدب التداخل كلما قلت المسافة بين فتحتي الشقين، لأن المسافة بين أي هدبتين متتاليتين من نفس النوع تتعامل من العلاقة دلتا واي لامدا ار على دي، وبذلك تكون العلاقة بين دلتا واي ودي علاقة عكسية، فكلما قلت المسافة يزداد وضوح هدب التداخل. أيضا علل يقول استخدام الليفة الضوئية في المنظار الطبي، لأن الضوء يدخل من أحد طرفيها ويخرج من الطرف الآخر دون فقد فيه، لأنه يعاني عدة انعكاسات كلية متتالية حتى يخرج، فيمكنه الوصول إلى المناطق الضيقة المظلمة. علل لتغطى أوجه المنشور التي يدخل ويخرج منها الضوء بغشاء رقيق من الكريولايت، لأن الكريولايت ذو معامل انكسار أقل من معامل انكسار الزجاج، وبذلك يمنع حدوث تداخل الضوء، فيتجنب الفقد في الضوء عند دخوله وخروجه من المنشور، يعني تقدر تقول بيزود كفاءة المنشور في عكس الضوء. برضك يقول لك علل ويا ولاد خليك فاكر له يفضل المنشور العاكس عن المراية المستوي، لأن المنشور العاكس يعكس الضوء انعكاسا كليا ولا يوجد سطح عكس كفاءته 100%. السطح العاكس بيتعرض لمفقود بريق ولمعانه
مش كده؟ مع مرور الوقت فتكل قدرته على عكس الضوء، العيب ده مش موجود في المنشور طبعا، لان بغطي الوجه اللي بخش منه الضوء يخرج منه الضوء بماده معامل انكسار صغير اللي هي الكيريولايت. يفضل استخدام الزئبق عن الماء في البارومتر عن قياس الضغط. يفضل الزئبق عن الماء لان كثافه الزئبق حوالي 13.6 من كثافه الماء، لذلك يكون طول عمود الزئبق واحد على 13.6 من طول عمود الماء، على ان الزئبق ماده غير قابله للبخر، مادة لا تلتصق بالجدار. عندما يكون فرق ضغط الغاز محبوس والضغط الجوي صغير يستخدم الماء بدلا من الزئبق في المانوميتر، ايوه، حتى تكون القراءة واضحة، لان ارتفاع الماء يكون كبيرا نظرا لصغر كثافته بالنسبة للزئبق، وبذلك تكون القراءة اكثر دقة ونجيب نتيجة دقيقة. برضو ممكن نيجي بشكل تاني، علل احيانا يفضل الماء واحيانا يفضل الزئبق. علل ثبوت كتلة وعاء مملوء لحافاته تماما بالماء قبل وبعد وضع قطع من الفلين تطفي على سطحه، طبعا لان كتلة السائل المزاح بوسط قطعة الفلين سواء كتلة قطعة الفلين، وبذلك تبقى الكتلة ثابتة حيث اف جي اس بتساوي اف جي ال، يعني الدفع بيساوي الوزن. الوزن الظاهري لجسم معلق في مائع بيساوي صفر. من المعلوم ان الوزن الظاهري اف جي اس داش بيساوي اف جي اس ناقص اف بي، الوزن ناقص قوة الدفع. الوزن الظاهري للجسم ناقص الوزن الحقيقي بيساوي قوة الدفع، الحقيقي ناقص قوة الدفع. وعندما يكون الجسم معلق يكون الدفع اف بيساوي الوزن الحقيقي اف جي اس، لذلك اف جي اس هيساوي كام؟ صفر. يبقى هنا الوزن الظاهري بيساوي صفر. علل ينساب السائل ببطء في الانبوبة عندما تكون مساحة مقطعها كبير، وينساب بسرعة عندما يكون مساحة مقطعها صغير، لأن سرعة السريان تتناسب تناسبا عكسيا مع مساحة مقطع الأنبوبة حسب العلاقة A1 في 1 بتساوي A2 في 2، وبالتالي لما السرعة لما المساحة إيه تزيد السرعة تقل، لما المساحة تقل السرعة تزيد. علل ضرورة تشحيم الآلات من وقت لآخر. طبعا ينبغي تشحيم الآلات من حين لآخر لحماية أجزاء الآلة من التآكل وتقليل كمية الحرارة، وبذلك تقل قوة من بقى الاحتكاك. أيضا علل تقل سرعة الترسيب في الدم الأشخاص المصابين بالأنيميا، لأن مرض الأنيميا يتسبب في تفتيت كرات الدم الحمراء فيقل حجمها عن الحجم الطبيعي، حيث أن السرعة تتناسب طرديا مع حجم الكرات، فعندما يقل الحجم عن الحجم الطبيعي فإن سرعة الترسيب تقل، وهذا ما يحدثه أحد الأمراض مثل مرض الأنيميا. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، بكده يبقى وصلنا لنهاية الحلقة الثالثة، وإلى لقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي تنجح وتجيب مجموع وانت قاعد على الانترنت؟ اليوم السابع بيقدم أقوى مراجعات نهائية للثانوية العامة لنخبة من أفضل المدرسين. اتفرج وذاكر وانجح وجيب مجموع بالفيديو على اليوم السابع.